أقفل مؤشر البحرين العام هذا الأسبوع على انخفاض نسبته 0.16% عند مستوى 1347 نقطة، حيث استحوذت أسهم قطاع الاستثمار على أكثر من نصف التداولات في البورصة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 13,791,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,409,000 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 289 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 6 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع ببورصة البحرين قطاع الاستثمار، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية. أما على مستوى الشركات فقد جاءت مجموعة جي اف اتش المالية في المركز الأول من حيث القيمة، وجاء في المركز الثاني في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع البنك الأهلي المتحد. فتح مجلس المناقصات في جلسته الأسبوعية 15 مناقصة لسبع جهات حكومية، وكان من أبرز المناقصات مناقصة طرحها المجلس الأعلى للصحة لشراء الأدوية تقدمت لها 18 شركة. كما طرح مجلس المناقصات لشركة نفط البحرين بابكو 3 مناقصات، فيما تقدمت هيئة الكهرباء والماء بثلاث مناقصات أيضا. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. تسببت عطلة عيد الأضحى المبارك في اشتعال سوق السفر وتحقيق قفزة كبيرة في أسعار تذاكر السفر، ما دفع البعض إلى الإحجام عن شركات الطيران والاتجاه إلى السفر عبر وسائل أخرى سواء كانت برية أو بحرية. ودفع تصادف عطلة إجازة عيد الأضحى مع موسم عودة الأسر لبدء الدراسة مطلع سبتمبر المقبل دفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير. وقال مدير وكالة سفر في القاهرة إن طول عطلة عيد الأضحى ساهمت في اتجاه غالبية الأسر في دول المنطقة العربية إلى السفر لقضاء عطلة العيد في الخارج، ما تسبب في ارتفاع الطلب على تذاكر السفر والتي ارتفعت في المتوسط بأكثر من 50% في بعض الوجهات، بينما ارتفعت بنسبة 100% على بعض الوجهات الأخرى. أعلنت موانئ دبي العالمية المدرجة في بورصة ناسداك دبي عن نمو العائدات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.4% لتصل إلى 2.6 مليون دولار. هذا وبلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل بلغت 593 مليون دولار خلال النصف الأول. وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 50% خلال النصف الأول من العام الجاري. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. اليابان تسجل عجزا بالميزان التجاري في يوليو مع زيادة كبيرة في الواردات.
كشفت وسائل إعلام إيرانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع مضطرد في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية للإيرانيين، إضافة إلى زيادة قيمة استئجار الوحدات السكنية رغم تدني الأجور الشهرية في البلاد. وتشهد قيمة أغلب تلك البضائع والسلع زيادة شبه يومية، الأمر الذي قلص القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين إلى أدنى مستوياتها. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني مؤخرا تزايدا مضطردا بالأسعار مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحيث زادت قيمة الألبان بنسبة 18% والأرز بنسبة 10% واللحوم الحمراء أكثر من 39%، بينما سجلت الفاكهة ارتفاعا بمقدار 64%. تستأنف واشنطن وبكين مفاوضاتهما المتوقفة منذ أسابيع في أوج حرب تجارية بينهما، مع إعلان الصين إرسال مسؤول كبير إلى الولايات المتحدة بنهاية أغسطس الجاري. فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان لها إن نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو وين سيلتقي مساعد وزير الخزانة الأمريكي للتجارة الدولية ديفيد مالباس بدعوة من الولايات المتحدة. وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية على بضائع بعشرات المليارات من الدولارات منذ آخر لقاء على مستوى عال بينهما عقد في يونيو الماضي، ما يثير مخاوف من انعكاسات على الاقتصاد العالمي. في سياق آخر، خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد لسنة الجارية على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادرات التجارية. وبات مكتب الميزانية يتوقع نموا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.1% العام الجاري. وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ جاء بسبب عدة عوامل حفزت النمو في الفصل الثاني، ومنها تسارع استهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف وارتفاع حاد في الصادرات الزراعية. سجلت نسبة التضخم في بريطانيا أول ارتفاع لها منذ 9 شهور، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعة بهبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني وارتفاع أسعار الوقود في البلاد. وبحسب البيانات الرسمية، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بنسبة 2.5% خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بما كان عليه خلال شهر ذاته من العام الماضي. وقد يعطي هذا الارتفاع دفعة تفاؤل جديدة حيال الاقتصاد البريطاني ومستقبل أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يتأثر الجنيه الاسترليني في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. سجلت اليابان عجزا في ميزانها التجاري للمرة الأولى في شهرين خلال شهر يوليو الماضي، مع زيادة كبيرة في الواردات. وأعلنت وزارة المالية بثالث أكبر اقتصاد في العالم إنها حققت عجزا بالميزان التجاري في يوليو الماضي عند 231 مليار يون، مقابل فائض قيمته نحو 406 مليارات يون في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت البيانات أن الواردات اليابانية شهدت زيادة كبيرة في يوليو الماضي بنحو 14.6% وبلغت 6.9 تريليون ين. أما على مستوى الصادرات فارتفعت بنسبة 3.9% عند مستوى 6.7 تريليون ين.